لك يا سميحة اتركي هالسلطة وقومي شعلي لي المنهل. لك يا لسميحة يو شو بدها تلحق لتلحق. هاي زكية بتشعله. لا زكية خليها مرتاحة. لا يو والله قايمة بشغل البيت كله من بابه لمحرابه، ما بتخليني مد ايدي على شغلي. لك اسكتي، حتى اخوكي ابو صفوان ما عاد عجبه شغلي، ما بيحب الاكل غير من طبخها، وما بيعجبه إلا ترتيبها وشغلها. قبل كم يوم كانت عنا خيرية خانو وشافتها كيف هيك عم تتفتل بأرض دياري مثل الرهوان، قام صارت تلمح لي إنه بدها تخطبها لابنها. مرتخي استريها، الجماعة مناح. إيه لا حوينتها تطلع برات العيلة، ما بدي أعطيها لغريب. بعدين هي روح قلب القرايبين، وخصوصي خصوصي أنتو، بتموت على ما تجي لعندك. تقبرني وأنا كمان بحبها. حبك العافية. زكية قومي شعلي المنقل يامو. ايه يامو. لك أنا بشعله يا جماعة، أنا بشعله. لا انتي ارتاحي، زكية بتشعله. ايه يامو شو بدك؟ جيبي الفحمان وشعلي المنقل، يلا فرجي شغلك لعمتك. ايه بشعله، ليه لحتى ما شعله؟ شو يعني عمتي مفكرتيني ما بعرف شعله؟ لا عمتي بتعرفي، بس أنا ما بدي عزبك. تقبريني عزبية قد ما بدك، عزبية أولتا وآخرتا إلكم. شعليه عمتي شعليه. شايفة سموها؟ أنا بعرف كتير منيح شعليه. حطيلها حطيلها شوية. سموها ليكي صحي أنتو بتكون تخطبوا له لوضح؟ إيه لك ليش لحتى ما نخطب له؟ يقبر قلبي عليه شبوبية بتجنن. إيه والله وضح كتير حلو، يا الله شو بحب شوفه. رح تنطفي النار زكية، حركيها. ليكي ليكي سموحة شبكي؟ يعني أنتو أمتى رح تحكوا مع أبي؟ أبوكي. يا أمي يا براد يا أمي يا براد يا أمي دخيلك يا أمي، قولي على طولك قولي على طولك. أنا تحرقت روبة بالمنقل. عيب يا أولاد، بتضل بنت خالكم. حرقت روبا؟ ايه والله يا ابن عمي، ولو ما لحقناها الله ستر. الحمد لله الله ستر. بس أبصر ساعتها بشو كانت عم تفكر. سميحة يا بي، عيب من هلأ ولا تجيبوا معدل حدا. الحمد لله يا أم جاهر، اللي صار هيك ولا صار غير هيك. ايه والله يا أم صفوان، الله قدر ولطف. إيه الله يسلم كل هالشباب ويخليهم لأهليهم يا حق. آمين يا رب آمين. شو وينها شهيرة؟ مالي شايفتها. تقبريني عم تجرش برهر. إيه يلا أنا مساعدة لك. يلا أول خلي بياك يا أم عبدو، شرفتونا وأنستونا والله، أهلا وسهلا فيكم. تقبل قلبي والله بتنحب. تقبريني إن شاء الله. لك وينك يا ديبة؟ وينك يا منظومة غاطة وما عم تبيني؟ خليها لله يا أم وضاح، والله كان عندي ولادة وولادتها تعسرت، ضلت يومين ثلاثة تطلع، بس الله دخيل اسمه يسرها بعدين. ايه الحمد لله اللي تيسرت. وبعدين ضليت لي هيك يومين ثلاثة لحتى ركنتها. تقبريني يا أختي، والله وقت دريت بوضاح انشغل بالي عليه كتير. إن شاء الله ما بينشغل بالك على غالي. كيفك عمتي إن شاء الله؟ لك شبكي يا مو، طلعي قدامي. معلش يا مرتخي، معلش اتركيها، شو صار يعني خربت الدنيا؟ يبعت لي حمى عليها من وجع ايديها تلبكت. شو بها ايدك عمتي؟ انجرحت عند ام شاهر، كانت عم تساعد شهيره بجرش البرغل. لك خلصنا يا بنات، يبعت لكم الهنا، اتركوها بحال. هيك لكان يا ام وضاح. وقال شو؟ أبو صفوان بده يخطب سميحة لصفوان. إيه ما فشرت عينها هالشرنة؟ إيه والله والله ضفر زكية مراية لرويدة. بس اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى. لأ وهديك الخنزيرة أم عبدو، الأهل وها عليها شو كهينة وداهية، عم تدحش بنتها دحش بمناخير موضة. يا مو وجع نقستيني، شو بدك؟ إيدي لسات عم توجعني. خليها توجعك، بتستاهلي إن شاء الله بتنكسر. ليش يا مو؟ لأنك خوبة وجدبة.
يا الله، ليش كلكم بتقولوا عني جذبة؟ يعني حتى كل بنات الحارة كل ما بيشوفوني بيصيروا يضحكوا علي ويقولوا عني جذبة جذبة جذبة. مين هاد اللي عم بيقول لك جذبة وليه؟ كلهم يا مو كلهم، حتى اليوم فهمية بنت ام شاهر قالت لي انت جذبة، يعني انا فهمية قالت هيك؟ ايه يا مو والله. بسيطة يا ام وضاح. ايه والله اذا ما بخلي لك ابنك وضاح يسوح بالحارات ما بكون صبحية. ولا هي شرنة سميحة، إيه والله لا خلي لك إياها بوشك طول العمر. هلأ وقتك يا شيخ جوهر، إذا بدها تكلفني هالشغلة ليرة ذهب لأعطيها. وبدي إياك يا شيخ زمزم تجيبيلي وضاح على قفا وتخليه ما يعرف حلوة. والله يا أختي هاي الشغلة بدها الشيخ جوهر، أنا ما بقدر عليها. استني لأشوف لك إياها إذا فاضي ولا لا. لا الله يخليكي، خليه يفضى، ما بقدر إجي مشوار تاني. يا أختي الشغلة مو بإيدي، إذا كانوا عنده أخواته حاضرين ما بيقدر يحكي مع حدا. ليش أخواته عنده؟ لك الملك الأسود والملك الأحمر، هدول ما بيتركوه بنوب. فضايلك لو والله أحد. اسحك تفكري بالشيخ بشي عاطل، لأنهم بيشوفوك وبيسمعوكي. هي أنا نبهتك، انتبهي، بينبهوكي أول مرة بعدين تصطفلي. ما دخلني أنا أوعك. شو الصفة هاي؟ يا سيدي هاي بدها تخطب بنتها لواحد اسمه وضاح واسم أمه رويدة، وبنتها اسمها زكية واسم أمها صبحية. شلون شلون؟ الأم زكية والبنت صبحية؟ لك لا، البنت زكية والأم صبحية، بس وضاح ما بده وأمه ما بده إياها، بده واحدة اسمها رويدة على اسم أمه. يلا قوم اقطع الخيط. يلا. والله مو بعيدة يكونوا كذابين. يلا هلا هلا اقطعوا اقطعوا. ولي ضايلكم والله واحد، دستور من خاطركم. يا لطيف يا لطيف. اوعك تعيديها مرة تانية، ولو بتكوني باخر الدنيا بجيبوكي وبيمسكوكي وبيمسخوكي وبيعملوكي معزاية عم تمعي ليل نهار. لا دخيلك ببوس ايدك. يو شو معزاية؟ قولي على قامتي. انا حذرتك ونبهتك. والله ما عتعيدها ما عتعيدها بحياتي. شو بدنا نساوي هلا؟ الشيخ زعل منك هو واخواته الملوك. استسمحي لي منه، داخلي على الله وعليكي. كل شيء الا زعل الشيخ واخواته الملوك. ماشي رح حاول معه، بس لانك ادميه وبنت حلال، ولا لو وحده ثانيه غيرك ما دخلني. تصطفل منا إلو لملوك الجان. يا رب سامحوني يا رب يا رب. والله بعينتو هالشيخ، شيخ له انتو هو واخواته. يلا الشيخ عم يستناكي. ان شاء الله رضي يسامحني. ايه حكيت معه لكان. يلا الحقيني تعي. يعطيك العافيه شيخي. عدي عدي. ايه بقعد. أنا شيخي جايتك مشان. اسكتي أنت. وضاح ابن رويدة. إيه شيخي؟ إيه هو؟ زكية بنت صبحية. ما صارها؟ يعني حلوانك عندي. خلاص لا تنسي لي شغلة وضاح. توكلي على الله أم صفوان. ولك رويدة؟ مو هي لمقطعة أم صفوان؟ ها بعرف يا مو، بس والله يمكن هي. يبعت لها دائسة. شو عم تعمل هون؟ مرت عمي مرت عمي، أمي عاوزتك. يي هي أنتو؟ والله ما عرفتكم. يو أي بس نحن عرفناكي يا بعدي. خير خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. خير إن شاء الله. شايفتك طالعة من بيت الشيخ جوهر، الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شوية وجع راس، قلت لروح لعند الشيخة زمزم، خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه، سمعتك عم تقولي لي لا تنسيلي شغلة وضح. وضح، ايه، قلت لحالي، يعني بطريقي، بعمل له حجاب من العين. ايوه، من العين، الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لك.
ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا عمو.